مبسوطين جدا انه يكون معانا على تليفون الابنه الوحيده لنجيب الريحاني الاستاذه جينا الريحاني. اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. سامعني كويس؟ سامع حضرتك كويس. كويس. أستاذة جينا، كنت متابعة العمل اللي بيرصد سيرة الوالد الراحل، وكنت عارفة تفاصيله من البداية ومشرفة عليه، ولا أنت تابعتي من بعيد؟ يعني أنا بصي بقى، أنا شفت أول مرة وعندي كان عندي 10 سنين 9 ونص، فأنا كنت عايش معه 3 سنين بس مش على طول، يعني شويه في الـ في الـ في, الـ في فرنسا وشويه هنا. يعني ده اللي كل حاجه انا عارفه من ابن عمي او من ماما او من ناس تانيين. انا اعرف يعني اللي قبل كده، اللي قبل 46، اللي قبل التاريخ 46. ده انا عارفه من ماما من ناس تانيين. ايه ذكرياتك الشخصيه مع الوالد؟ ذكرياتي ما شاء يوم ذكرياتي، انا كنت في باريس، وكنت احنا كنا عايشين في باريس، وكنا هو كان بيجي لنا في الصيف. لما الدنيا حر في مصر، هو كان بيجي باريس ليه؟ كان طول عمره كان بيجي باريس عشان يشوف كده ايه الجديد في المسرح. ف يعني كده وكده. وبعدين حصل بعد الحرب الهتلر، اول مره شفته سنه 46. شفت في باريس. طبعا انا كان عندي 9 سنين. وكان قالوا لي والدي مش مصري، لا والدي الماني. وهو دلوقتي مش موجود عشان هو في الحرب. فمره واحده سنه 46 كنا في باريس، وكان في عزومه، يعني كان في عزومه كبيره، وبعدين جاء واحد اسمع شويه. حضرتك تقصدي والدتك ولا والدك؟ والدي يعني. دلوقتي واحنا بنتكلم فرنساوي، هو كان بيتكلم فرنساوي، احنا كنا بنتكلم فرنساوي. فيعني ده اول مره شفته، حبيته على طول. احنا قضينا ايام حلوه قوي قوي كده. كان طبعا انا بنته، وهو كان بيفسحني، وكان معايا زي كان بيعمل ده اللي انا احبه فيه، علشان كان بيعمله كده زي واحده كبيره، مش بنت صغيره، تسمع كلام، لا ده يعني واحد انا ده، وممكن اقول له كل حاجه، وهو يعني نصيحه منه، يعني طب دلوقتي انا ما انساش ابدا اي نصيحه. فده انا حبيت فيه قوي قوي. وهكذا يعني زعلت قوي لما كان عندي 12 سنة، يعني تقريبا 12 سنة وتوفى. يعني انت بتشوفي استاذة جينا، انا شايفة ان لغتك العربية جميلة، بتشوفي اعمال يا روحي. بصي بقى، أيوة مكسرة ليه؟ انت هنقولي انت طول عمرك انت عايشة في مصر كده، الكلام فارغ، انت مش بتكلمي مصري. انا اقول لك ايه، عشان احنا كنا دايما نتكلم يا فرنساوي يا انجليزي. وايام زمان كان في اجانب كتير، واحنا كله اتكلم يعني مال اجانب. فمكسرة شوية، بس نقول لك ايه، دمي خفيف. لا دمك اكيد خفيف، ده انت واخده خفه الدم كلها. عشان كده يعني ما تدقش حبيبتي كده مكسر يعني اهو. بس انا بحبكم، احبك انت، ونحب كلكم اللي بيشوفوا ولا بيسمعوني دلوقتي. انا بشكرك. بشكرك يا استاذه جينا. احنا كمان بنحبك وبنحب سيره الراحل الكبير الفنان نجيب الريحاني. جميل، هي دمها خفيف فعلا. استاذه جينا الريحاني شاركتنا، والاعلان عن نجيب الريحاني. نجيب الريحاني خصنا كلنا، ونجيب الريحاني المصري الاصيل بتاعنا كلنا. احنا متوقعين عمل يليق بسيره الفنان الراحل الكبير نجيب الريحاني.